السلام عليكم. اكيد عرفتوا من الصورة النهاردة هنعمل ايه. النهاردة هنعمل احلى سندوتش طعمية. اوعدكم انكم مش هتشتروا الطعمية تاني من بره بعد ما تشوفوا الطريقة دي. يلا نشوف مع بعض المكونات. بنجيب حمص الشام وبنغسله كويس جدا لاننا عارفين ان البقوليات بتتغسل اكتر من مرة. وبعدين ما غسلنا الحمص بنحط المية المغلية وبنسيبه منقوع لمدة ليلة كاملة. وده شكلهم بعد ما بيتوا ليلة كاملة. الحبة هي ضعفت. وفي المرحلة دي ممكن نشيل قشرة الحمص. طبعا ده للناس اللي بتتعب من القولون. وهنحتاج 3 فصوص ثوم وبصلة صغيرة وشبت وكزبرة وبقدونس. وهنحتاج لمعلقة كبيرة من الكمون والكزبرة الناشفة ومعلقة ملح صغيرة. وبنحط كل المكونات في الكبة أو المفرمة وهنضربها مرتين في الكبة. وده شكلها في أول مرة. وفي المرة التانية هنحتاج كوباية مية صغيرة عشان تبقى ناعمة جدا. المية بتسهل عملية الفرم بتخلي العجينة لينة وناعمة. وده شكلها بعد ما اتفرمت مرتين في الكبة. القوام بتاعها ناعم وجميل. لو عايزين انام بنفرمه مرتين في الكبة. بس انا ما بحبهاش انام من كده. ده بالنسبة لي القوام المثالي. لو انتوا عايزينها انام بتفرموها مرتين في الكبة. بنغطيها ونسيبها تريح في التلاجة ربع ساعة علشان اعرف اشكلها بسهولة. بقسمها على حسب المرات اللي انا هحتاجها وبحطها في الفريزر. انا خزنتها في اكياس وانتم ممكن تخزنوها في حافظ الطعام. بس انا بفضل الاكياس لانها مش بتاخد مكان. بطلع الكيس من بالليل وبحطه في التلاجة والصبح بيبقى جاهز للاستخدام. خليت الكمية اللي هستخدمها وحطيت ربع معلقة بيكنج صودا وبقلب كويس. نسخن الزيت ونبدأ نشكل الطعمية. لازم الزيت يبقى سخن. أول ما لونهم يبقى ذهبي نطلعهم على ورق المطبخ. تعالوا نشوف هنقدمهم ازاي. بيتقدم مع طبق سلطة وعيش بلدي. جربوها هتعجبكوا قوي. أخف بكتير من الطعمية اللي بتتعمل بالفول. خليك في البيت مع سما وأنوش. ما تنسوش تشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك. سيب لكم الرابط في صندوق الوصف. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تفرحونا بلايك وشير سبسكرايب. مع السلامة.